السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر الأخبار أن الزلزال يضرب بقوة مدينة الناظور والنواحي أو إقليم الناظور، يعني تقريبا مع الزوج الثانية وتقريبا 40 دقيقة تقريبا، يعني الزوج 40 دقيقة يعني بعد الزوال. يعني الحوسيمة تقدر وصلت الضربة ديال الزلزال 3 فاصلة تقريبا 5.3 الحسيمة، عندك السعيدية 3.5، عندك بركان أحفير 3.7، إقليم الناظور 3.7، وعندك الدريوش 4.7، وتم سامان 5.2. يعني هاد يعني هاد الصباح يعني ماشي هاد الصباح، يعني بعد الزوال، لأن هاد الزلزال اللي ضرب بقوة هادي. والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين وجميع الأمة الإسلامية يا رب العالمين. والحمد لله ما كانش شي حاجه اللي ديال الضرر ولا شي حاجه صعيبه ولا شي حاجه كارثيه، الحمد لله على كل حال، وكل شيء ديال الله يا رب العالمين.